مساء الخير عليكم، انا عماد خليل. في الفيديو دوت يا جماعه هنتكلم عن موضوع مهم جدا، وهو ازاي ان احنا نقدر نغير ملف PDF لفايل وورد عادي نقدر نكتب فيه زي ما احنا عايزين. طبعا بمنتهى البساطه احنا بنعاني كتير في ان احنا يكون جاي لنا او مبعوت لنا ملف PDF ومحتاجين ان احنا نشتغل عليه، تبقى محتاج تحوله لوورد عشان تقدر تكتب فيه، وده بيبقى صعب علينا. فالطريقه اللي انا هقول لكم عليها دي سهله جدا، تقدر بيها الملفات اللي هي في الاصل معموله PDF ان انت تقدر تحولها لوورد وتقدر تقلت عليها زي ما انت عايز، وطبعا تقدر بعد كده ترجعها تاني PDF زي ما انت عايز. فعندنا الملف دوت مثلا اهو، في المثال بتاعنا دوت ملف اهو دوت كده اهوت بالانجليزي. تعال نكبر شويه كده اهوت نخليه 100 اهو، ملف بالانجليزي. وكمان جايب لكم ملف تاني بالعربي علشان برضو نبقى عارفين ان الامر دوت بينفع على العربي والانجليزي بالنسبه للPDF. كل اللي احنا محتاجين نعمله هو ان احنا نيجي هنا اهوت ونكتب وورد عشان نفتح ملف وورد كده اهوت، عشان يفتح لنا في الويندو الاساسيه كده اهو، ونصغر شويه كده اهوت، ونيجي على الملف بتاعنا كده اهوت، ونروح رامينه في الحته ديت بمنتهى البساطه. هتلاقي الملف بتاعنا بيقول لنا انتراكشن فيتشرز، مفيش اي مشكله، هنقول له اوكي، وهتلاقيه فتح معاك عادي خالص اهو. برده ممكن نكبره من هنا علشان يبقى واضح اكتر لينا اهو. ادي الملف بتاعنا، تقدر مثلا تيجي في السير نيم هنا اهوت، وتروح تكتب مثلا عماد خليل اهو، الملف بيفتح معانا وبيكتب عادي خالص، وتقدر تشتغل في كل حاجه فيه بنفس المنطق. برضو ملف العربي بتاعنا، فاحنا هنيجي نروح برضو جايبين نقول وورد ونفتح الملف بتاعنا نفس الطريقه. وادي عشان برضو ناس كانت بتقول ان البي دي اف لو قلبناه وورد وهو عربي ما بيقراش مظبوط، لا يا جماعه اهو الملف قرا اهو بمنتهى البساطه، مفيش اي لخبطه فيه. طبعا ممكن، مش ممكن، ممكن يحصل ان بعض الاوقات الفورمات يختلف حاجه بسيطه، بس بتبقى في الاخر قدرت ان انت تقلت. مثلا انا عايز اقلت النمبر واخليه 0111111، فايا كان الايديتنج اللي انت عايز تعمله، مجرد ما انت حولت ملف البي دي اف لملف وورد، فده في حد ذاته شيء عظيم، تقدر بيه تسهل على نفسك الشغل، وتقدر بيه تستفيد بان انت مثلا بعد ما عدلت مثلا هنا الرقم اللي كده اهوت، انا دلوقتي عايز ارجعه تاني ملف بي دي اف، فانا اروح جاي على سيف من هنا، واروح رايح مثلا في نفس المكان، واقول له هو دلوقتي وورد دوكيمنت، لا انا هقول له يا جماعه ان انت ترجع تاني بي دي اف، فهيقول لي انا عملت اديت عليه بالشكل تاني، اقول له ماشي. هنلاقي الملف بتاعنا اتحول لبي دي اف اهو، ومعمول له اديت، رقم التليفون متغير. طبعا يا جماعه ده كان كل حاجه لحلقه النهارده، احنا فيها عرفنا ايه الطريقه الاسهل على الاطلاق في ان احنا نحول ملف البي دي اف لوورد نقدر نعدل فيه زي ما احنا عايزين، وازاي كمان نرجعه لوورد تاني. ولو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لي سبسكرايب لو ما كنتش عامل سبسكرايب، وتفعل جرس التنبيهات عشان يجيلك كل جديد. وطبعا لو استفدت من الفيديو تعمل لي لايك. كمان لو انت عندك اي اسئله في الموضوع دوت او اي موضوع يخص الاوفيس عامه، ممكن تكتبه لي في الكومنتات، انا مستني اسئلتكم. وطبعا هتلاقوا لينكات لكل فيديوهات بتاعتي في مواضيع مختلفه موجوده في الشرح تحت، واستنوا الفيديوهات الجايه. شكرا لكم.